أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، جاءت كفر منكرة، فهل يراد به الكفر الأصغر؟ ما سمعنا أن الفعل يصير منكر. كفر فعل ماضي يا أخي، ما قال كفر، وش هالفهم العجيب؟ نعم، من قد كفر هذا فعل ماضي ما هو منكرة. نعم، لكن قوله قتال المسلم، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هذا هو الكفر الأصغر. نعم، هو الكفر الأصغر، لأنه منكر، لأنه اسم. أما الذي معنا فعل ما هو اسم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.